أحسن الله إليكم. يقول السائل من سيناء: ما حكم الشرع في نظركم في مصافحة أم زوجتك قبل أن تقرأ الفاتحة وقبل العقد؟ لا يجوز مصافحتها إلا بعد العقد، أما قبل العقد فلا تجوز مصافحتها لأنها أجنبية، ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له وليست من محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبايع النساء بالكلام، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما في ذلك من الفتنة. نعم.